السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رياض البغدادي، باحث في الإعلام الآلي من جامعة MIT بالولايات المتحدة. واليوم ما يشرفني أني أستضيف الدكتور كمال أهلا يوسف وسهلا. سومي. الدكتور كمال من أكبر العلماء في مجال الهندسة الميكانيكية، عنده مجموعة كبيرة من براءات الاختراع، من الأبحاث العلمية. من بين إنجازاته العلمية أنه أثناء الدكتوراه صمم أسرع روبوت في العالم، هذا يعني إنجاز كبير في الثمانينات. متحصل على عدد كبير من الجوائز العلمية عبر العالم، ومتحصل أيضا على وسام العالم الجزائري سنة 2013. هذا شرف كبير أن نستضيفه اليوم. أهلا بك أستاذ. بارك الله فيك سيرا، أهلا وسهلا، شرفتي بي. لو كان في البداية تقبل تحضرنا شوية على الرحلة تاعك، من البداية من الجزائر، لما كنت في الجزائر حتى جيت هنا الولايات المتحدة، وشنو هي المراحل اللي جزت عليها وشنو هي نعم، يعني أولا شكرا يا رياض على هذا. على العكس. الله يبارك فيك. فأنا يعني ولدت في مدينة قصر البخاري، هذه في ولاية المندية، وعملت ثانوي يعني ليسي فخار في مدينة المندية. وكنا في الوقت ذاك يعني في الليسي، فحتى في الولاية كلها ما كان يعني فيه، كان ليسي واحد يعني هذا ثانوي. كنا يعني في احنا المدينة كان ليسي واحد. ليسي واحد يعني في كل الولاية، فكنا نجو كثير يعني احنا من قصر البخاري، بروبية، عين والسالة، قصر شلالة، لغواط، يعني من نواحي كبيرة كانوا كنا نجو. وشحال كنا يعني في الليسي، كنا حوالي يمكن 200 ولا يعني ما وكنا انترن يعني مرات يعني في الويكاند يعني نروحوا نرجعوا لاهلنا، لكن كنا عايشين احنا في الليسي. ومن بعد يعني درست الباك، وانا يعني كان عندي يمكن اشهر معدوده في جامعة باب الزوار، يعني كانت كما فتحت يعني في 74 هذه سنوات 74. 74 فيعني كانت كما فتحت، كان يعني ما كان يعني ما فيها لي دورتوار، يعني لما تكمل الدراسات يعني يعني بعد كل انسان لازم يروح يعني يشوف وين ينام. يعني ما انا كان خويا من السوم كان يدير الحقوق يعني في البيير في الجامعة، فكنت نروح يعني تاخذ هذا بيس، وتجي تاخذ بيس واحد وتروح لا جراند بوست، هذاك يجي البيس، ما تجي توصل توصل عند كي توصل تما على بالك، تصبيب. توصل ميت يعني تتعشى، ومن بعد خلاص، ومن بعد غدا في الصباح ثاني تنوض بكري بالك 5:30 ولا كذا، باش ترجع تدير التراجي هذاك باش ترجع ايه. فكانت يعني الصعوبات هذه دائما موجوده يعني في كل وقت، يعني كان صعوبات وكذا، لكن الانسان يشوف يعني الجانب الايجابي. وفي الوقت هذا يعني كانت فرص يعني على الـ كيف تسمي لي بورس هذول سكولارشيب، فكان يعني سبحان الله انا كنت يعني عندي واحد الفكره انه يا يعني ندير الدراسات تاعي في الجزائر او في امريكا. ما كنت يعني باه نمشي الى بلده، وحتى يعني رفضت ثلاث يعني منحات، واحده لروسيا يعني جيني الكتريك، وواحده لالمانيا تاع الهندسه الميكانيكيه، وواحده في بلجيكا على يعني التكستايل، كنت حاب يا إما الجزائر إما يا إما الولايات الجزائر أو المتحدة. المتحدة. يعني ما كنت نشوف حتى يعني جا نهار ربي لا يفتح، والله. جات نتاع الولايات المتحدة الأمريكية وربي فرج وجيت، والحمد لله يعني جيت. فحتى الإنجليزي أنا اليوم الطلبة في الجزائر يعني ما شاء الله كثير منهم يعني يتكلموا اللغة الإنجليزية يعني أحسن مني، لكن لما جيت ما كنت نحسن اللغة الإنجليزية. فأخذت يعني في بوسطن يونيفرسيتي، درت يعني حوالي 5 أشهر ولا 6 أشهر تعلمت اللغة. بيرفكسيونيست. نعم بيرفكشن، لا وين بيرفكشن يعني بديت من زيرو يعني ما كنت حتى احنا الدراسات كنا يعني في الليسي كنا ندير يعني اللغة الإنجليزية، كانت عندنا حوالي ساعة في الأسبوع يعني إذا كنت جميل. أنا كنت في القسم تاع الرياضيات، فكنا عندنا 10 ساعات يعني رياضيات في الأسبوع، الفيزياء 8 ساعات، الكيمياء 7 ساعات، يعني من الحاجات هذه.
واللغة الإنجليزية ما كانت يعني مهمة حتى لما جيت هنا. لكن الآن اللغة الإنجليزية تلعب دور كبير. الإنسان لازم يكون يعني يتكلم هذه اللغة. فجيت إلى بوسطن تعلمنا اللغة الإنجليزية، وكنت حابب نجي الـ MIT هذه، لكن يعني الإنسان كان حاسس روحه أنه ماهوش يعني في المستوى. فمشيت لسنسيناتي يعني مع مجموعة من ويعني درت يعني هذا الدبلوم دي إنجينير في جامعة سنسيناتي. سنسيناتي يعني من بوسطن سنسيناتي حوالي ساعتين بالطائرة، بالطائرة مش بعيدة. ومن بعد الحمد لله يعني كنت حاب ان نجي لام اي تي ودرت طلب يعني عده جامعات منهم ستانفورد وبركلي وجامعات اخرى. لكن الحمد لله هي الام اي تي جاوبت لي الاولى، يعني لما جات الرساله هذه وفتحت يعني جاني القبول من عندهم. يعني كنت ما حبيت نفتح حتى العضو الاخرى يعني، فما نحتاج يعني ما كانوا في المستوى. فالحمد لله هذه هي كانت يعني شاجيت الـ MIT الماجستير اولا بعدين الدكتوراه. ولما كملت الدكتوراه يعني الدكتوراه في الثمانينات الدكتوراه يعني لما كملت يعني الدكتوراه كانت في سنه 85. نعم، هي كل الحقيقة يعني تقريبا كل المشاريع اللي نشتغل عليها في المخبر متاعي يعني كلها تابعة لشركات مثلا في أمريكا أو في أوروبا أو في كوريا أو في اليابان، ولا مع بلدان مثلا كما في السعودية، في الكويت، الإمارات. لكن كل مشروع عنده يعني الهدف بتاعه يعني باين. يعني مثلا مع سامسونج كنا نشتغل على هذا الاسكانير الرابيد ولا الاسكانير تري غون فيتاس، هذول تستعملهم حتى يعني هم في البريسيزيون تاعهم يعني حتى الانكشتون هذا هذا السكانير نستعملوهم مثلا في الانسبكسيون تاع الويفرز اللي تخدمهم البطاقات الالكترونيه تاع لا ميموار ولا حاجه من هذا النوع. والويفرز يعني كان تاع 300 تاع 300 ملم وكان اخرين تاع 450 ملم. فالسكانر هذا يمكن لازم يكون عنده سرعه كبيره باش تشوف يعني وزيد يعني تاع البريسيزيون. كما قلت لك احنا عندنا تحت الانكشتون هذا راه يعني اذا تاخذ يعني يمكن شعره يعني لازم تصغر في الديامتر نتاعها يعني مليون مره يعني باش تلقى الانكشتون هذا يعني ابوبري. فما هو الانديزيان تاع النانومتر وزيد يعني السرعه لازم تكون يعني سريع جدا، يعني تستعمل هذا الاجهزه في الصناعه ولا في مصنع. فما لازمش يكون يعني ياخذ وقت، وخاصه هما الفوليوم يعني تاع الويفر جاري يعني ماهمش يعني ما يخدمش غير واحد ولا زوج، يعني يخدم يعني ملايين من هذا. الآن أكثر الناس اللي يعني يتبعونا الطلبة ولا يحبوا يسمعوا مجموعة من النصائح من عندك، هل عندك نصائح تقدمها لهم؟ تكلم فيها على أربع نقاط. نعم، هي شوف رياض، هي أولا إحنا لما كنا طلبة يعني كما قلت مرحلة أنك كنت طالب نعم هي. وفي الحقيقة احنا كنا طلبة لأنه كل يوم نتعلم. يعني في الحقيقة الإنسان يقول يعني الحمد لله والشكر لأنه في جامعة كما هذه جامعة الـ MIT الناس اللي يعني حولك كلهم ناس يعني أفكار ويعني علم وخبرة وكذا، والإنسان يعني يتعلم يعني كل يوم يعني في هذه الجامعة. فلهذا نقول يعني كلنا يعني طلبة وكلنا يعني نتعلم يعني كل يوم، لكن فيها حاجات للإنسان يعني لازم يركز عليها. شوف أول شيء وأنا قلت هالأشياء من قبل، يعني الإنسان لا ييأس، الصعوبات موجودة دائما، المشاكل موجودة دائما،
في اي بلاد تمشي، في امريكا ولا في الجزائر ولا في في الناس اغلبيه الناس يظنوا بانه المشاكل مثلا في الجزائر، خارج الجزائر ما كانش مشاكل، لا هل هذا صحيح؟ لا لا، المشاكل موجوده في كل، يمكن النوع اللون المشاكل يكون يختلف اللون ولكن بتاعها المشاكل متغير، لكن المشاكل موجوده، الصعوبات موجوده، مش سهله. فلهذا الانسان لازم تكون عنده يعني قوه، ويكون يعني حامد الله على واش عنده، ويركز على الاوبجيكتيف نتاعو، على الاهداف نتاعو، يعني هذا الشيء، ما يخليش يعني هذه الصعوبات والمشاكل اللي هي يعني يمكن تتغلب على الانسان، ويصبح الانسان ما يفكرش يعني بطريقه يعني ايجابيه. فهذا الشيء الثاني، نظن الانسان يعني يفكر يعني to think big. Big وهاي، يعني دير يعني الاوبجيكتيف بتاعك يكون يعني فوق وفوق. كاين قصه على بيير سيمون لابلاس. هذا بيير سيمون لابلاس يعني الناس اللي يعني في الرياضيات ولا في العلوم يعني يسمعوا بالانسان هذا، يعني عالم كبير يعني فرنسي. فهو يقال انه نابليون يعني حطوا المينيست دو لانتيريور ولا حاجه، يعني وزير داخلي مثلا، لكن بعد يعني حوالي 6 أسابيع يعني خرجوا هذا من. فلما سالوا نابليون قال يعني بيير سيمون لابلاس يعني وما ادراك ما لابلاس، وخرجته هو قال هو بالفرنسي، قال لك لا غامني ليسبري دو لانفيني مون بيتي او غوفرنمون فرونسي. انا لابلاس يعني بالماتيماتيك ابسيلون هذيك ابسيلون وسمول دلتا، يعني فهمت ايه، جاب التفكير هذاك نتاعو للحكومه، ونابليون يفكر كبير وهذا يفكر غير صغير. ايه يعني بعد 6 أسابيع قال له انتهي برا، يعني ثم يعني ما تفكرش بال. فأنا أظن يعني إذا كان إنسان يعني في أي مرحلة ولا مرحلة يكون فيها دائما يفكر حاجات حاجات عظيمة عظيمة إيه عظيمة، ومن بعد تدير المجهود تاعك باش توصل يعني لهذا. الشيء الثالث هو على patience، الصبر، لأنه يعني اليوم تقدمنا يعني في التكنولوجيا وتقدمنا في الاشياء هذه، لكن ما عندناش واحد عنده كاسك وتبقى انت امام الاورديناتور تاعك وتقول انا حبيت نكون خبير في الرياضيات كليك، يعني نكون خبير في الفيزياء كليك، اوكي بعد دقائق تصبح يعني خبير في هذه، ما فيها شيء. فالانسان فالإنسان لازم يخدم ولازم يتعلم ولازم يصبر، كلها تأخذ وقت، ويتعلمها بالطريقة الصحيحة اللي حتى الإنسان يعني تثبت، ماهوش حفظ. الإنسان يعني لازم يدرك ويفهم هذه الأشياء حتى تركز يعني في العقل بتاعه، لما تخرج بسهولة ويعرف يعني كيف يفهمها وكيف يستعملها، يعني شيء يعني أظن مهم. الشيء الآخر هو الباشن. باشن هذه يعني باللغة العربية هو الشغف. الشغف هذا يعني هو الحب العظيم، أنك تحب الخدمة، تحب هذاك الشيء هذاك. يعني إذا كان إنسان يخدم في حاجة اللي يعني كما نقول نحن بالدرجة فوق القلب، يعني كيف راح انت تفكر فيها وتجيب افكار وتجيب يعني الابتكار، دير حاجات يعني دي 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 يعني ليزيدي مثلا اكسلنت في الميدان هذا. ما يقدرش الانسان اذا كان ما عندوش. فانا لما جيت الام اي تي وحكيت الحكايه من قبل، فكانت عندي خبره كبيره في الكبيره خبره كانت عندي خبره ماشي كبيره خبره في الميكانيك دي فلويد ومتاع الاستركتور، هذو اللي زيلي مون فيني ومش عارف شنو. لما جيت الام اي تي يعني لازم قلت انا اذا كان هذ الناس اللي هنا كلهم يعني مختارين يعني واحد بواحد، يعني تقريبا من العالم كله باش يجوا لهنا والناس تخدم ليل نهار، يعني كذا الانسان راح يكون في مستوى به ينافس مع الناس هذو. فقلت انا يعني يمكن احسن شيء يعني نبقى مع الشيء اللي نعرف انا
ميكانيك دي فلويد ولا ستريكتيف هذه. ايه وتقول شادي ما دي قال لي خذ هذه ولا جات انت على ستريكتيف هذه بديت. لكن في نفس البريميس هذاك الفصل الاول كنت ناخذ يعني موديل نتاع التحكم بسيستم اوتوماتيك وفيه يعني كان بالنسبه لي كان هذا في جن في كيف تقول انت في واحد زياده حتى علاقه هذا نتاع التحكم الموديل هذاك فيه يعني كل حاجه الموديليزاسيون السيميلاسيون فيه الكالكول دي فارياسيون يعني هذا يعني الرياضيات الافونسي فيها لي سيستم لي سيستم ستوكاستيك الاستيماسيون كل يوم تروح تزيد تتعلم حاجات يعني والآخر يعني كان يعني مهم لكن ما هيش يعني هذه الحاجات اللي يعني تجلب الإنسان فبعد يمكن شهرين أو خلاص يعني أنا وقفت هذا البحث اللي كنت ابتدأت يعني في الستركتورز هذه وبديت يعني ميدان آخر اللي يعني ما عندي حتى خبرة فيه يعني تقريبا صفر لكن كنت حاب نشي هذا يعني شرف كبير والحمد لله يعني اليوم من هذا يعني مازال ندير في هذا يعني السيستم اوتوماتيك يعني التحكم والحاجات هذه فانا نظن لما يكون فيها هذا الحب والانسان يكون اذا عنده حب ولا يربي الحب هذا في الشيء يعني الانسان يبقى يعني يكون عنده افكار ودي يزيد ودي حاجات يعني تبدا تفكر يعني تكون في البيت تكون تاكل يعني تبقى تفكر في هذه الاشياء وتكون يعني فيزيفيكاست يعني في بروديكتيف يعني فعال في الاشياء تاعك يعني دائما النصيحه الاولى اللي يمدوها الناس المختصين هو انك تخدم في الحاجه اللي تحبها نعم الحاجه اللي تحبها لانك اذا خدمت في الحاجه اللي تحبها تقدر تعطي بزاف صح نعم نعم كلمت لي على بيت من الشعر بيت الشعر هذه انا دائما حب يعني الشعر هذا قلته من قبل يعني خاصة يعني الطلبة نتاعنا والطلبة نتاعنا والباحثين يعني نهدي لهم يعني هذه الأبيات هي تابعة للإمام علي فهو يقول الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشابهة فأعظام خلقت فيها وأعضاء فإن كان لهم في أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى فمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء بارك الله فيك الله يبارك فيك شكرا الله يبارك فيكم صح على هذا الوقت اللي اعطيتونا الله يبارك فيكم واحنا يعني نتمنوا لكم التوفيق وخاصه للطلبه نتاعنا في الجزائر والباحثين والاساتذه والكل واحنا نتمنى الخير للجزائر و موفقين ان شاء الله وبارك الله فيكم بارك الله فيكم